كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب والانتصار والثلاث نقاط والرباعيه، لكن تعليقك على الشكل اللي ظهر بيه الفريق في مباراه النهارده، وده جاي بعد مباراه بتروجيت وفي مرحله مهمه بالنسبه للفريق. يعني الحمد لله طبعا مباراه مهمه ان المكسب فيها، مباراه مهمه برضو ان انت تطلع الحمد لله من غير لا قدر الله اصابات ولا حاجه. مجموعه شاركت بشكل كويس جدا 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 النهارده، بحييهم طبعا. يعني مرحله مهمه تسبق مباراه الزمالك، تسبق مباراه السوبر في ختام دور اول، فكان مهم المكسب النهارده. فكره انك تشارك بعناصر جديده بقى لها فتره كانت بعيده عن المشاركه، الجهاز الفني اتعامل معاها ازاي؟ واكيد كان لكم كلام كتير تحديدا مع هشام محمد ومع احمد حمدي. الحمد لله يعني عندنا ثقه في كل المجموعه، احنا قلنا كده من زمان يعني مش من دلوقتي، عندنا ثقه في كل المجموعه. الناس كلها على مسافه قريبه من بعض يعني، فالحمد لله طبعا يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد ان احنا برضو يعني ضيعنا عده فرص النهارده، والنصر كمان يعني راح، وده وضع طبيعي في الكوره، انت ما بتلعبش لوحدك يعني. لكن مهم قوي 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 ان انت كنت تكسب النهارده، وده اللي اتحقق الحمد لله رب العالمين. من بكره هنبدا نستعد لمباراه الزمالك باذن الله. ماتش الزمالك هتحضر له ازاي؟ وسمعنا ان في مباراه وديه، واكيد الجهاز الفني بيفكر المرحله القادمه بشكل مختلف، حتى ان هو رايح لعيبه واستعد لعيبه وعمل مباراه وديه لتجهيز عناصر اخرى. من بكره هنشتغل، وعندنا مباراه وديه زي ما ذكرت ان شاء الله الرحمن بعد بكره، وبعدها هنشوف مع كابتن حسام بدري ممكن نخش معسكر قبلها ب 48 ساعه ولا ايه، على حسب الاحتياجات الفنيه. فكره مباراه القمه هتكون استاد القاهره يا كابتن سيد، وبقالها كتير ما جاتش استاد القاهره اكتر من حوالي اربع خمس سنين. يعني مش استاد القاهره طبعا حاجه ممتازه وحاجه رائعه يعني، لكن كل اللي يشغلني دلوقتي مش الملعب، كل اللي يشغلني التحضير للمباراه، الدوافع اللي هنخش بيها ان شاء الله. طيب محتاجين نسالك عن موقف مؤمن زكريا، موقف احمد الشيخ، خاصه انهم تلقوا عروض رسميه. عماد متعب خلاص النادي اعلن رسميا ان هو انتقل الى فريق التعاون السعودي. بص، عماد متعب واحد من الناس اللي عملت تاريخ في العصر الحديث ده بشكل كويس جدا مع النادي ومع منتخب مصر، الكره المصريه بشكل عام. فبتمنى له التوفيق، وبتمنى له كل نجاح ان شاء الله الرحمن في الخطوه بتاعته باذن الله. فيما يخص باقي العروض عشان ما نسميش حد بعينه يعني، في عروض مقدمه لينا بكره ان شاء الله الرحمن، هنقعد مع كابتن حسام البدري ولجنه الكوره ويتم الحسم بيها. لكن مهم جدا الناس كلها تبقى فاهمه وعارفه ان الاحتياج الفني في الفتره دي تحديدا، يعني مهما كان العرض حتى لو العرض يعني مقبول او معقول، لكن في احتياج فني بالتاكيد هيبقى الاولويه للاحتياج الفني يعني. توقف الموافقه على رحيل مؤمن زكريا واحمد الشيخ على استخدام لعيبه اخرى خلال شهر يناير الجاري؟ لو ما كملناش بلعيبه ثانيه يعني، اولا افصل بس الموضوع بتاع العروض المقدمه، لان بكره ان شاء الله الرحمن هيتم الحسم زي ما قلت لك كده على حسب الاحتياجات الفنيه والعروض المقدمه لينا يعني، تمام؟ لكن فيما يخص الاستخدام بيت او يعني لعيبه في يناير، وارد جدا يبقى فيه، وارد جدا ما يبقاش فيه. في اسماء احنا محددينها وبنتفاوض مع اداره ناديها. والله يعني التفاوض بيروح وبيجي او بيقرب وبيبعد، وده امر طبيعي جدا جدا في المقبول والمعقول والمنطقي، ده شيء كويس. لكن لو الامر مبالغ فيه جدا واسعار لا تتناسب مع السوق المصري، اعتقد الامر هيبقى صعب يعني. من حق كل اداره نادي انها تطلب الرقم اللي هي عايزاه، ده وضع طبيعي. لكن في المقبول جدا يبقى كلام نتفاوض فيه، لكن لو الامر مبالغ فيه قوي ولا يتناسب مع الكره المصريه او مع الدوري المصري او مع السوق المصري، اعتقد ان الامر هيبقى صعب يعني. عشان جمهور الاهلي اللي بيسمعنا، غدا في اجتماع لجنه الكوره يتحدد موقف اللعيبه اللي جات لها عروض، سواء عروض محليه او عروض خليجيه. في الاول هيبقى في كلام مع كابتن حسام البدري على كل العروض اللي جايه، مدى الاحتياج ليها يعني، وبعد كده هنتم رفع الامر للجنه الكوره باذن الله وناخد قرارنا. ماتش الزمالك كابتن سيد اسالك عليه بشكل شخصي، شايفها ازاي في التوقيت الحالي مباراه الزمالك والاهلي؟ مباراة كرة قدم، فرقتين بالتأكيد كبار جدا، هم أكبر فرقتين في الشرق الأوسط مش في الكرة المصرية بس، وفي أفريقيا. فأتمنى مباراة كورة تطلع مباراة كورة، زي ما تخش مباراة كورة تطلع مباراة كورة. أتمنى التوفيق يكون حليفنا بإذن الله تعالى، وتتعامل مع اللقاء بشكل إيجابي إن شاء الله. عبد الله ما فيهوش مشكلة، عبد الله من بكرة هيكون موجود معانا إن شاء الله الرحمن. جوني أجاي هيكون موجود أو كان موجود في التدريبات معانا خلاص يعني. المشاركة الفنية دي بقى أرجع لكابتن حسام يعني. شكرا شكرا جزيلا كابتن فرودك، اللقاء مع الكابتن سيد